استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمقر المجلس السيدة داتين سيري روزما منصور حرم رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة زيارتها للبلاد بحضور سمو الشيخة مريم بن سلمان بن حمد آل خليفة حرم معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة. وفي بداية اللقاء رحبت قرينة عاهل البلاد المفدى حرم رئيس وزراء ماليزيا متمنية لها طيب الإقامة في مملكة البحرين. واستعرضت سموها خلال اللقاء ما تحقق للمرأة البحرينية من تقدم في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما استطاعت أن تحققه على كافة الأصعدة التنموية، مؤكدة حرص مملكة البحرين على دعم خطط وبرامج تمكين المرأة في كافة المجالات بما يدعم مسيرة التطور والبناء لتحقيق شراكة متكافئة للمرأة البحرينية وأن يكون لها مساهمتها المطلوبة لدوام تقدم وطنها، مشددة سموها حفظها الله على أهمية تبادل الخبرات بين الدول الإسلامية للاستفادة من تجاربها في مجالات تقدم المرأة، ومشيدة في هذا الإطار بمنجزات ماليزيا التنموية وما تحققه من نهضة بارزة على كافة الأصعدة. من جانبها أشادت حرم رئيس وزراء ماليزيا بدور صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وجهودها المتميزة لتفعيل مشاركة المرأة البحرينية وإبراز منجزاتها أمام العالم أجمع، متطلعة إلى فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بقضايا تمكين المرأة.